الآن السيدات والسادة الحضور الكرام، مع كلمة مسجلة لنائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد فريد بلحاج. Good day. It is my pleasure to provide a few remarks at the launch of the National Strategy for Intellectual Property, which is in line with the WIPO development agenda, the UN Sustainable Development Goals, and Egypt's Vision 2030. Let me first congratulate His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi and the Prime Minister, His Excellency Prime Minister Mustafa al-Madbouli, for supporting this very important initiative, for inviting the World Bank to take part in today's event. And I'd also would like to very much thank all the ministers, the line ministers, that have been very much involved and engaged in this drive. Egypt's National Strategy for Intellectual Property is being launched at a very crucial moment. Our world today is seeing soaring internet penetration. The rates and the dependency are very much on technology and innovation. Those characteristics make intellectual property rights an essential تمثل عنصرا رئيسيا لفكرة التطور الإبداعي والابتكار الذي يمثل عنصرا هاما للتطور الاقتصادي وكذلك لأي تطور يتعلق بفكرة التنمية البشرية وكذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية وكيف يمكن تحقيق أعلى معدل من الاستثمار. كما تعرفون أن الاقتصاديات العالمية ربما قد تفشل بشكل أو بآخر في حماية الحقوق، ومن هنا تأتي أهمية هذه الاستراتيجية. نحن هنا نتحدث عن مناطق أخرى يمكن أن تتضمن فكرة حماية حقوق الملكية الفكرية. كما تعرفون أن لدينا العديد من الفوائد ومن المنافع التي يمكن أن نحصل عليها من خلال مثل هذه الاستراتيجية. إن حماية الحقوق الفكرية وما يتضمن العلامات والسجلات التجارية وكذلك الأصول الغير مرئية وكذلك كلها عناصر تمثل عنصرا حيويا من أجل حماية حقوق الأفراد ومن أجل تفعيل آليات الإبداع والدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام. إن الأمر يتطور كذلك ليشمل المعاملات التجارية. مثل كل هذه الحوافز الاقتصادية في واقع الأمر تلعب دورا هاما في مسألة التطور الاقتصادي. نحن لدينا أمثلة كثيرة في كيفية تحقيق تطور في مسألة التطور الاقتصادي، وهنا نحن نتحدث لدينا أكثر من 68% فيما يتعلق بهؤلاء الذين منخرطون في هذا المجال. لدينا كذلك نماذج أخرى مسجلة مثل براءات الاختراع. كل هذه الأمور قد تضاعف عددها في الوقت الحالي. في الواقع الأمر كل مثل هذه الأشياء لم تكن مسجلة من قبل. نحن عندما نتحدث عن استراتيجية مصر في حماية حقوق الملكية الفكرية، إنما هي تمثل في واقع الأمر دورا تكامليا في مسألة التنمية الاقتصادية منذ الانضمام للمنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية في عام 1995. نحن هنا نتحدث عن أدوار كبرى يمكن أن تلعبها أطرافا عديدة، ونتحدث عن تفعيل دور القوانين واللوائح وكذلك بين المؤسسات وكذلك نشر فكرة الوعي بصفة عامة من أجل توسيع دائرة التنمية، وهو ما يكون لها عناصر متتابعة بعد ذلك وخاصة على الجوانب العديدة ومن الجوانب القضائية. فهناك الكثير من التحديات التي نواجهها. نحن لدينا من المؤشرات الهامة التي يمكن أن نعتبرها عنصرا أساسيا هو فكرة الإطار القضائي، وخاصة فيما يتعلق بعملية التأخير التي تحدث في المسألة القضائية. هنا يأتي دور الملكية الفكرية وكيف يمكن زيادة تسريع مثل هذه الأمور. اسمحوا لي أن أختتم كلامي الآن. إنني أهنئ
مصر مرة أخرى بما تقوم به من إنجاز رائع بإطلاق مثل هذه الاستراتيجية التي تحمي الملكية الفكرية بما يتضمن من الأفراد والمؤسسات وبما يتضمن كذلك من تسريع عجلة التنمية. وشكرا جزيلا مرة أخرى.